نرجع بقى شويه كده للفئات القليله، الناس اللي بتدور على الموبايلات الاقتصاديه، الموبايلات اللي ب2000، اللي تحت ال2000، اللي فوق ال2000 بحاجه بسيطه. الفئات دي بقى لها فتره كده ما فيهاش اي حاجه حماسيه ولا اي حاجه نستناها ولا الكلام ده كله، ولكن في الفيديو ده انا جاي لك مع موبايل يعتبر كويس جدا ومواصفاته تعتبر كويسه جدا على موبايل في الفئه الاقتصاديه، ويعتبر حاليا كده كمواصفات على ورق هو افضل قيمه مقابل سعر ممكن تستناها. وما دام قلت لك قيمه مقابل سعر والحوارات دي، فتوقع ان اللي بتعمل الحركه دي دايما هي شركه شاومي، وخصوصا مع براند بوكو. فانا من الاخر كده جاي لك مع البوكو سي 40 اللي متوقع بشكل كبير يكون ريدمي 10 اي، والصراحه الموبايل بيقدم مواصفات كويسه جدا وهيكون في بدايه الفئه الاقتصاديه، يعني حوالي 2000 2100 2200. فقبل ما اقول لك اي حاجه على طول انزل اخبط اللايك، كسر زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو مع البوكو سي 40 او ريدمي 10 اي زي ما هيجي في مصر. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه ام كي ريفيوز، وخلينا على طول كده مبدئيا نبدا مع التصميم. وكعاده التصميم والدي ان ايه بتاع بوكو المتعودين عليه، هنا تصميم ظهر من البلاستيك وفريم من البلاستيك، طبعا حاجه في الفئه السعريه القليله جدا الاقتصاديه، فدي حاجه تعتبر مقبوله ومعقوله جدا. هنا عندك شكل الظهر الشكل المعتاد بتاع بوكو والدي ان ايه بتاع بوكو عامه، مربع كبير في الظهر باللون الاسود، جواه مربع صغير، في عندك كاميرتين وفلاش. بالنسبه لشكل التصميم ما اقدرش احكم دلوقتي لما الموبايل يوصل كده ويتشاف، بس الموبايل في الفئه الاقتصاديه بالشكل ده تعتبر حاجه كويسه جدا، وخامات الصناعه يعتبر مقبول جدا على الفئه السعريه دي. نسيب دلوقتي التصميم وننتقل بقى لتاني نقطه في الموبايل وهي الشاشه. وهنا الموبايل جاي بشاشه تعتبر كويسه في فئه ال 2000 جنيه بعد ارتفاع الاسعار، لو كان قبل كنت قلت لك لا. هنا الموبايل بشاشه اي بي اس 6.7 انش، وبتيجي هنا بدقه اتش دي بلس، مفيش هنا 90، هنا شاشه 60 عادي جدا. بتيجي هنا مع تصميم الووتر دروب نوتش وحفه سفلى تعتبر مقبوله. فكموبايل في الفئه السعريه دي حاليا اللي هي بتاعه ال 2000 جنيه، هنا مفيش غير الريدمي 9 سي، ريدمي 9 اي، وعندك كمان النوكيا جي 20، والثلاث موبايلات بيجوا بنفس التصميم وشاشات اتش دي بلس. فهنا الشاشه تعتبر مقبوله جدا الصراحه وتعتبر كويسه جدا. اللي يعتبر بقى ممتاز في الموبايل هنا حرفيا وهو المعالج. هنا الموبايلات الموجوده في الفئه السعريه دي جايه بمعالجات هيليو جي 25 هيليو جي 35، لكن الموبايل ده بيقدم معالج يعتبر استثنائي الصراحه، وموجود في موبايلات من شاومي ب 4000 جنيه، وهو السناب دراجون 680. سناب دراجون 680 معالج يعتبر ممتاز حرفيا على فئه سعر 2000 جنيه، ده ما فيش غبار عليه الصراحه، هيقدم لك اداء ممتاز وهيقدم لك تجربه العاب ممتازه جدا افضل من الميديا تيك هيليو جي 25 و35 في الفئه السعريه القليله. لكن كان عندي اعتراض عليه مع فئه سعر 4000 و3000، لان في معالجات اقوى منه زي الميديا تيك هيليو جي 88. بس هنا المعالج ده فعلا مايسترو في الفئه السعريه دي، وهنا فعلا بوكو بتقدم قيمه مقابل سعر. ولو انت بتدور على موبايل في الفئه الاقتصاديه فده اكتر موبايل حماسي ممكن تستناه بالنسبه لنقطه الاداء الصراحه. زاد ان الموبايل بيدعم حاجه حماسيه جدا ما بنشوفهاش في الفئه السعريه دي، وهي اكيد السماعات الاستيريو، وعندك كمان مدخل 3.5 مللي، وعندك بصمه موجوده في ظهر الموبايل، ودي تعتبر حاجه كويسه جدا على موبايل في الفئه الاقتصاديه بشكل كبير، يعتبر لحد الان اكتر موبايل متكامل حاليا في الفئه الاقتصاديه. وننتقل بقى للكاميرات، والموبايل هنا جاي بكاميرتين، ما فيش حاجات كتير الصراحه، كاميرا اساسيه 50 وكاميرا للدبس 2 ميجا بكسل. وهنا حوار الكاميرات ما بعلقش عليه في الفئه السعريه دي، لان الفئه دي انت عايز موبايل يديلك صوره كويسه الصبح، وهنا الموبايل هيقدم لك صوره متواضعه كويسه جدا الصبح، لكن في حته بقى التصوير بالليل والاعتماد على الكاميرا والحاجات دي ما تفكرش مع الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي كتير. هنا الشركات في الفئه دي ما بتركزش على الكاميرات، هنا الشركه بتركز على انها تديك اداء ممتاز، وهنا الموبايل بيقدم لك المتواضع اللي هو تقدر تمشي حالك بيه مع شويه ايديتنج وكلام من ده، فالصور هتبقى كويسه لحد ما. اطلع ل 3 وال 4000 جنيه، وينصح كمان ان انت تطلع ل 4000 مش ال 3000 دلوقتي بعد ارتفاع الاسعار. اما بالنسبه لاخر حاجه في الموبايل وتعتبر برضو حماسيه وممتازه بشكل كبير، وهي نقطه البطاريه. اكبر حجم بطاريه موجود في الفئه السعريه دي 6000 ملي امبير، ومعاك هنا كمان شاحن 18 واط، فيعتبر الموبايل واصل لاعلى ليفل في البطاريه وواصل لاعلى ليفل في الشاحن في الفئه السعريه الاقتصاديه. فمفيش موبايل من الاخر كده بيقدم لك فئه ال 2000 جنيه معالج سناب دراجون 680، شاحن 18 واط، بطاريه 6000 ملي امبير، تصميم ممتاز جدا، سماعات ستيريو، فالموبايل من الاخر بيقدم توليفه محترمه جدا تخليه هيكون اكتر موبايل متكامل، تخليك
تستنى فعلا وما اشتريش اي موبايل دلوقتي فات ال 2000 جنيه. واكيد انا متحمس ومنتظر اشوف الموبايل ده في السوق المصري قريب، واكيد هيكون باسم ريدمي 10A مش البوكو سي 40. دي كل حاجه عن الريدمي 10A او البوكو سي 40 زي ما بيقولوا بره. اكيد منتظر ومتحمس للموبايل ده جدا. فما تنساش لايك سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد، وكالعاده اكيد مكمل معاكم في كل تفصيله جديده. وسلام.